بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تهنئة لإشعيل بن حمد بن خليفة العطية، فوز في شوطنا الماضي. تهنئة للمغامر سعيد منبط الزعبي الذي قاد الشقب في هذا الشوط. شوطنا السابع انطلق على بركة الله واندفع ب الشوط الخاص بالابكار. ونبدأ مباشرة بإعلان المراكز الخمسة الأولى، البداية مع الجزيرة اللي تحتل المركز الأول، وتغيير في هذه اللحظة من ضبية لظافر بن حمد بن راشد الدوسري على المركز الأول. المركز الثاني الجزيرة، على المركز الثاني سعود بن صالح بن حمد القمر النابت. المركز الثالث المتحدة تتواصل بتواصل شعار ممثل المملكة العربية السعودية على المركز الثالث، ووصول المتحدة نايف بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف ضوء على المركز الرابع، محمد بن حمد الشهواني الهاجري. المركز الخامس نتابع المركز الخامس الدوحة، أحمد بن سلمان بن عبد الله بن محمد المنصوري. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، نتيجة شوطنا المنطلق والمندفع في هذا الصباح، شوطنا السابع ضمن الأشواط. كم شوط؟ 16 شوط، 16 شوطا في صباح هذا اليوم، خاصة بهجني أبناء القبائل وسن الجذاع ومسافة 6 كيلومترات. طبعا دائما 6 كيلومترات حاضرة مع سن الجذاع في الختاميات. تذكر 6 كيلومترات تعرف، أو تعطي توقيت 6 كيلومترات تعرف أن هذا التوقيت خاص بسن الجذاع، فنتمنى التوفيق للجميع. نتمنى التوفيق للجميع. عودة إلى مجريات شوطنا، إلى مقدمة الشوط اللي تحتل الصدارة شعار السندباد القطري، ينطلق على المركز الأول سعود بن صالح بن حمد القمر النابت أحد أنجاله الكرام. يتواصل سعود، والجزيرة المحتلة للمركز الأول اسم خطير يا بن قمرة، اسم خطير. السندباد يقود هذا الاسم وينطلق مع هذا الاسم مرافقا ومتابعا. عن هناك المضمر حمد بن سالم بن جهويل المري أحد خبراء التضمير في هذا العالم الساحر، يقود الجزيرة في هذا الشوط مع الشعار شعار السندباد القطري. المركز الثاني الضبية على المركز الثاني، أيضا شعار مهم اسم خطير. الضبية على المركز الثاني، ظافر بن حمد بن راشد الدوسري من أبناء الشحانية ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواصل على المركز الثالث أحد الشعارات كما أسلفت القادمة من المملكة العربية السعودية المتحدة، ووصول شعار نايف بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري على المركز الثالث في هذا التقدم في هذا الانطلاق. هنا القيادة مع هذا الشبل بهلال اللي يتواصل مع المركز الثالث مرافقا لهذا الشعار المميز، شعار ممثل المملكة العربية السعودية في المحافل الخارجية. خلاص يا بهلال اقتربنا، مطالب هذا الشعار، مطالب بإنجازات قوية، يعني نبغي لنا رموز، نبغي لنا رموز.
الشعار المميز اللي قدم في هذا الموسم أسماء مميزة شاهدناه بالفعل في ميدان السوان، يحقق الكاس مع لن، اسم مميز يقدمه، شعار الهاجري، ولن كانت حاضرة على الكأس المفتوح مع شعار الهاجري. نتمنى التوفيق عموما لكل المشاركين، كلهم نتمنى لهم التوفيق، كل المشاركين إخواننا وأشقائنا من المملكة ومن الإمارات ومن السلطنة ومن الكويت وأخواننا في الشحانية، طبعا أهلنا بالشحانية نتمنى لهم التوفيق دائما. وين وصلنا؟ عند شعار البريد اللي بالمركز الرابع، اللي بالمركز الرابع مناعة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على المركز الرابع، أحد الشعارات المهمة أيضا والقوية. بينما المركز الخامس نصل عند الذيبة وتعود ملكية لمسعود بن عبد الهادي بن علي الفهيد المري. على المركز الخامس متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان نتيجة شوطنا الثانية في هذا المسار، مسار الستة كيلومترات، وهدوء يسبق العاصفة، هدوء دائما. هذا الموقف بين الثلاثة كيلومترات وبين الكيلو ونصف الكيلو، هذه مسافة تعتبر دائما هدوء يسبق العاصفة دائما. هذا الموقع موقع هادي يهدأ فيه المضمرين، يبدأ التكتيك التخطيط أيضا في هذا الموقف. بعد الكيلو ونصف الكيلو، يعني هذه اللوحة اللي أمامنا، بعدها يبدأ جنون هذه الأصايل واندفاعها نحو وين؟ نحو خط النهاية، نحو خط النهاية. شوفوا السرعة بدأت، بدأ أبو هلال، بدأ حمد بن سالم بن جهويل مضمر الجزيرة، بدأ الدوسري، بدأ البريدي، بدأ أيضا في هذا الموقف آلف هيدا. هنا الشعارات قادمة، وما بعد المراكز الخمس أسماء قوية حاضرة، ولكن بنعلنها إن شاء الله بعد حضورها وتقدمها ودخولها في دائرة المراكز الخمسة الأولى. متابعين الكرام، إن سألتوا عن الموقع يا متابعين يا مضمرين، المضمر بلشان المضمر، وين بنعطيك المضمر الموقع، بنعطيك الموقع. نحن امام لوحة الكيلومتر الاخير، حمد بن سالم بن جهويل مضمر الجزيرة يقودها في هذا الشوط، ينطلق على المركز الاول مع شعار سعود بن صالح بن حمد آل قمر النابت على المركز الأول، المتحدة على المركز الثاني، تعود ملكية لنايف بن خالد بن السعيد آل زايد الهاجري. الله، مسعود بن عبد الهادي بن علي الفهيدة المري من المملكة العربية السعودية مع الذيبة، تسللت. يا سلام، شوفوا الذيبة وانطلاقها، تبارك الله، ما شاء الله، بنقول ما شاء الله، ما شاء الله على الذيبة. خلاص، خلها على كيفها، لا تقولها شيء. هناك سيارات، هناك رموز يا بن فهيدة رموز هناك في سباق الأمير الوالد على المركز الأول. الذيبة هذه الذيبة، وتابع يا راشد، يبحث عن ماذا يبحث راشد. هذا هو انطلاق الذيبة على المركز الأول. نعم تستحق أن تقدم في الأشواط الأولى هذه الذيبة، بكل ثقة تصل إلى خط النهاية مع الذيبة مسعود بن عبد الهادي بن علي الفهيدة المري. ينتزع ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني الجزيرة سعود بن صالح بن حمد القمر النابت، المركز الثالث مناع حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، المركز الرابع المتحدة نايف بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري، والمركز الخامس نمبر 1 سلهود المبارك بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة يحتل المركز الخامس. مرحبا باللي لفوا التجمع عز. التوقيت الزمني اللي رافق الذيبة بالمركز الأول، التوقيت الزمني يا محمد يا فيضي
تسع دقائق 29 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، توقيت الذيبة تعود ملكيتها لمسعود بن عبد الهادي بن علي الفهيد المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني الجزيرة سعود بن صالح بن حمد القمر النابت. التوقيت الزمني 9 دقائق 33، وفاء وتماما وكمالا. المركز الثالث نهني بن قمرة سعود بن صالح بن حمد القمر النابت، بينما المركز الثالث التوقيت الزمني 9 دقائق 33 ثانية، وفيه 9 أجزاء من الثانية مضافة إلى 33 ثانية. هذه اللي بالمركز الثالث، مناعة تعود ملكيتها لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. تهانينا.